انا عايزه اشكر المهندس فرج عامر على كل المجهود اللي بيقوم بيه في سبيل اصلاح نادي سموحه، وكل حاجه بيعملها في النادي. يعني هو بيعمل مجهود كبير جدا جدا. وانا باشمهندس يعني عايزه اقول لك انه من ساعه ما حضرتك رجعت وانا اشهد على كل حاجه حاصله، في تغيير كبير جدا. حضرتك رجعت في شهر 11، خلال السنه اللي فاتت كان في شويه حاجات في النادي كانت لازم تتظبط، وكان في حاجات كتير جدا محتاجه نشتغل فيها ونشتغل عليها عشان نصلحها. حضرتك طبعا اول حاجه عملتها وانا بشكرك عليها جدا جدا، ودي اشهد ان دي من اول يوم حضرتك رجعت كانت مشكله الاصلاح الزراعي. المهندس فرج عامر من اول يوم حط رجله في النادي، في نادي سموحه من يوم 25/11، كان اهم ملف مسكه هو ملف الاصلاح. قد ايه الملف ده كان بيسبب لنا مشكله، بيسبب لنا قلق في النادي لينا كاعضاء قبل ما نكون حتى في اداره النادي، وقد ايه هو الباشمهندس حاسس بالمسؤوليه في الموضوع ده، واشتغل عليه بكل الطرق، طبعا باتصالات ومقابلات، وطبعا احنا بنشكر جميع هيئات الدولة، بنشكر رئيس الوزراء، وبنشكر وزير الشباب والرياضة، وزير الزراعة. طبعا كان كل ده يعني من خلال اتصالات الباشمهندس مع جميع هيئات الدولة، واللي ساعدوه الحمد لله في ان احنا نوصل للاتفاق اللي احنا حاليا الحمد لله بدأنا مع الاعضاء من خلال شؤون العضوية ان احنا نجمع الاشتراكات عشان نسدد الاقساط اللي ان شاء الله هتبدأ، اللي اتخذ بيها موافقة، وهنبدأ نسدد الاقساط بإذن الله ونحل مشكلة الإصلاح الزراعي كلها. هتقولي المهم.